المصري القديم الشمس لقانا متقسمة لثلاث أجزاء. أول جزء هو قرص الشمس الظاهر قدامنا، سماه رع. رع يعني ظاهر أو الواضح زي الشمس. تاني جزء هو أشعة الشمس اللي بتوصل لنا لحد الأرض، صورها على شكل أيادي بتمدنا بالنور والطاقة، سماها أتون. آخر جزء هو الطاقة الخفية اللي اتولدت منها الشمس وتولد منها النور، سماها أمون. أمون يعني الخفي. أمون كان على رأسه ريشة، صوره المصري القديم وعلى رأسه تاج فيه رشتين، وسماه نب شوتي يعني سيد الرشتين. السود بتي زي ما أمون كان على رأسه ريشة، استخدم المصري القديم تاج أمون في أنه يزين بيه الكرتوش الملكي زي ما إحنا شايفين هنا. آتي الكرتوش وفوقيه تاج أمون. تاج أمون كان عبارة عن رشتين وجواهم قرص الشمس. كمان أمون كان بيرمز للمصري القديم على شكل كوبرا وعليها التاج المزدوج، تاج الشمال وتاج الجنوب، لكن الكوبرا في مصر القديمة كانت هي رمز الشمال. هنا المصري القديم استخدم تاج أمون علشان يدي القوة الخفية للملك.